يعود بقوة بعد شهرين من الآن لخوض مباراة الحسم والفصل المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022. اولولو اولولو جول اولولو جول اول لمنتخب كوت ديفوار. يا سلام على اللعبة من فرانكيسي، يفتح مجال التسجيل لمنتخب كوت ديفوار بلعبة رائعة جدا عن طريق بيبي، صنع الفارق على الجهة اليمنى، وفرانكيسي يفتح مجال التسجيل لمنتخب كوت ديفوار 1-0. ثاني الأهداف اللي يتلقاها المنتخب الجزائري في هذه البطولة بعد هدف غينيا الاستوائية. لعبة رائعة جدا، يبحث عن بيبي الراسية وجول، الراسية وجول، الراسية وجول ثاني لمنتخب كوت ديفوار. ليس هناك وضع التسلل، راسية وجول ثاني من قبل ابراهيم سانغاري في الدقيقة 44، هدفا لصفر للمنتخب الايفواري امام المنتخب الجزائري. من كرة ثابتة، من كرة ثابتة في القائمة الثاني، هدف ثاني لمنتخب كوت ديفوار. طريق بيبي حاول يمر، بيبي بيبي جول، 3-0 صارت النتيجة لكوت ديفوار. بيبي يفعلها، وكوت ديفوار لن تأتيها فرصة مثل هذه وظروف مثل هذه لكي تسجل هذا أهداف أمام المنتخب الجزائري بالثلاثة بتفوقي الآن عناصر منتخب كوت ديفوار. لكن خليني نقول بأنه يستحيل على الجزائريين أن يديروا ظهورهم بالماضي وللمنتخب بعد سلسلة 35 مباراة دون خسارة ولقبين قاري رعاة. يعني يا يوسف لن تسجل يا يوسف. أوه الحكم ماذا قال؟ ركلة جزاء. وما رأيكم لو ركلة الجزاء ونضيعها؟ يعني إذا ضيعناها خلاص يعني أوه. لكن فلنرجع للخلف ونحاول أن نحافظ. الرياض ويقول لولو، بالله عليكم هل فهمتم؟ بالله عليكم هل أدركتم؟ بالله عليكم ضربها بالشكل اللائق. ليلي وخطيرة وجول في نهاية المطاف، اهتزت شباك الخصم وطرد النحس. المنتخب الجزائري في هذه البطولة